حي على الصلاة. ذكرى الميلاد كانت ميلاد عقيدة لتلك الأمة، جاء ليعرفهم برب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. لذلك قال ربعي بن عامر مخاطبا عظيما من عظماء الفرس، قال له: إن الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. الميلاد ميلاد المرأة. هل تعلمون أن من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلاة الصلاة، وقال: استوصوا بالنساء خيرا. هل تعلمون أيها الإخوة الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفرغ يوما يعلم فيه النساء، يوم في الأسبوع يعلم فيه النساء؟ أيها الإخوة الكرام، الأخلاق التي نبحث عنها الآن، الذي أتى بها للبشرية هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: إنما بعثت معلما، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كان ميلادا للروح، هذه الروح التي ينبغي أن نهتم بها. يا خادم الجسم، كم تشقى بخدمته وتطلب الربح مما فيه خسران، عليك بالروح فاستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالنفس إنسان. أيها الإخوة الكرام، ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هو ميلاد الأخوة لبني البشر. أريد أن أسأل سؤالا: متى سوف يلد حب النبي في قلوبنا؟ يلد حب النبي في قلوبنا عندما نطبق سنته. أيها الإخوة الكرام، نريد في شهر ربيع الأنور أن نزداد حبا برسول الله صلى الله عليه وسلم. سوف أقول لكم ما نويت من هذا اليوم. أنا نويت أن أحيي في شخصي كل يوم سنة كنت لا أطبقها. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. ذنوبي تلطخ أنوار دار